خلينا نخرج التليفون، مهم وحوار على السوشيال ميديا دلوقتي عن لاعب كره قدم في النادي الاهلي عبد الله سالم عفيفي مواليد 99. معايا على التليفون دكتور اسامه مصطفى عشان هو مدير الجهاز الطبي لقطاع الناشئين. دكتور اسامه مساء الخير. مساء النور. ايه الاخبار؟ قول لي، في حوار كبير على عبد الله سالم بخصوص ان هو بيقول عبد الله سلام عفيفي بالظبط، يعني مواليد 99 وبيقول ان هو اتصاب والنادي الاهلي العلاج والقصص دي كلها. خلينا نوضح الحقيقه لكل الساده المشاهدين وجماهير النادي الاهلي. انا بشكر قناه النادي الاهلي اللي اتاحت لي المساحه دي علشان نبدا نوضح الامور، لان اللي موجود ده ابتذال وكلام بعيد بعيد كل البعد عن حقائق موجوده ومثبته وفي دلائل عليها بتزيل الغموض والكلام والغير مظبوط ده والغير موزون. اولا النادي الاهلي كيان كبير ومش عمره ما بيتنازل عن خدمه ابنائه ولا الوقوف بجانبهم، وبالذات في مشكله زي المشكله اللي اتصاب فيها هذا اللاعب. كويس. الموضوع اللي حاصل اصلا ان هذا اللاعب من مواليد 99 تعرض لاصابه في موسم 2016 2017 بقطع في الرباط الصليبي في الركبه اليمنى، وتم الحمد لله عرضه على اكبر متخصصين في جراحه الرباط الصليبي وتمت اجراء جراحه ليه ورجع بالسلامه ونزل تاهيله وادى التاهيل بتاعه والعلاج الطبيعي بتاعه ثم نزل بالسلامه، واثناء التدريب بعد نزوله اتعرض لاصابه في الركبه الشمال برضك عرضناها على متخصص في جراحه الركبه والحمد لله الامور. ده الكلام ده بقى في موسم 17 18 السنه اللي فاتت. ثم رجع بالسلامه لحد ما وصل للنزول بعد التاهيل والعلاج الطبيعي. الراي الفني فيه كان انه مش هيقدر يكمل معانا. هي راي فني كويس. ده كان موجود معانا في الموسم ده اللي هو 18 19 حضرتك. دكتور اسامه الراي الفني قال استبعده، دي وجهه نظر فنيه انا ماليش فيها، انما طبيا الولد كان سليم سليم سليم. انا ما يبقاش عندي لعيب في مشكله وهبيعه ولا اعمل نفسي مش شايف. عمر ما النادي عارف دكتور اسامه، عمر ما النادي الاهلي كل لعيبته على مدار التاريخ، بالعكس ده كان في لعيبه اتصابت والنادي الاهلي فضل معاها لغايه ما رجعها مره ثانيه، والامثله كثيره يا دكتور اسامه. كابتن عوضي انا هقول لك اللي اعنف من كده يا كابتن عوضي، ان النادي الاهلي اللي كان بيتصاب عندنا في الاختبارات كان النادي الاهلي بيشيله، احنا عاملين اثنين صليبي من انا بقالي في النادي الاهلي يا كابتن عوضي بقالي في النادي الاهلي 20 سنه. انا طبعا مدرسه الكوره وانا النهارده راجل استشاري ومعايا دكتوراه، بفضل الله ما تعديش عليا حاجه زي دي، ومش هبيع الولد. ابيعه ليه؟ انا ده كل ولد عارفين يا دكتور انا مؤتمن عليه، وبالذات الناشئين انا مؤتمن عليه، لان ده خزنه. طبعا ده خزنه من دي خزينه الناس، دي خزينه الناس. السلف اللعيبه غيري اللعيبه ده، وانا راجل مش فني، انا كل اللعيبه عندي سواسيه. لا يمكن هيبقى اللعيب في حاجه وهرميه في الشارع، لا الكلام مش مظبوط. طبعا. اكيد ولا حضرتك هو كلام مبتذل والغرض منه اغراض اخرى انا مش عايز اخوض فيها، انا ما تهمنيش، انا راجل بتكلم في الصدق الفني اللي يخصني انا كطبيب. مظبوط. هو اكيد يا دكتور ولا دكتور اسامه ولا النادي الاهلي ولا اولاد النادي الاهلي ده بيحصل معاهم، مستحيل. اكيد الامور فنيه زي ما حضرتك بتقول، والحاجه الفنيه بتسيبها للفنيين يحللوها ويقيموها، لكن خلينا كنا نوضح الصوره مع حضرتك النهارده قدام جماهير النادي الاهلي ونقول ان في تقارير وفي كل حاجه والنادي الاهلي قدر بالظبط. وحضرتك اذا اردت ان الكلام ده تطلعه على الهواء انا اكفيل ان انا اجيبه لحضرتك وتبدا تطلعه على الهواء للناس اللي بتقول الكلام ده. احنا يكفينا بس يا دكتور اللي انا عايز اكده يا كابتن عوض. اتفضل. الولد مغادر النادي الاهلي بتاريخ 8/8 والولد اكتشف الاصابه في تاريخ 19/9 ده مثبت بالتقرير بتاع الرنين المغناطيسي بتاعه. تمام. الفتره دي مين اللي بيقول عنها؟ النادي الاهلي؟ لا طبعا. يعني من 8/8 الولد مغادر فكر سليمه وفاضل له هو بدايه فتره الاعداد البدني مع فرقته. القرار الفني قال لك الولد مش مكمل معانا. تمام. الطب يتحشر ليه هنا؟ ومن 8/8 والاصابه بتاعتي نقول 17 18 19 عندي ما يثبت انه عامل رنينه في 19/9. طيب
دكتور اسامه خلينا نوضح الصوره برضو مع حضرتك، هنستضيف حضرتك بكره او بعده قريبا جدا، فريق اعداد هتواصل مع حضرتك عشان حضرتك تشرفنا ونقول الحقائق كلها بالادله اللي مع حضرتك بالورق ورقيا وكل حاجه طلعها لكل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن عواض، بص يا كابتن عواض، انا لا ابغي من كل الكلام دوت الا هو النادي الاهلي مش محتاج تبرئه ساحته. اكيد النادي الاهلي ما عندناش درجه ثانيه، البيل يقول لك ان احنا دكاتره درجه ثانيه، هو احنا قصه البلد على راي تعيب مش يقابلني اصلا. يا دكتور اسامه نورتنا وشرفتنا، سيبك من الكلام ده مالوش يعني ملناش فيه، لكن ان شاء الله باذن الله هتكون بتواجد معانا قريبا. شكرا يا دكتور اسامه.